انه في الله، يعرف انه في الله. بالاول يعرف انه الفلسطينيه اللي عم يضحك عليهم هدول بيوت اهاليهم، هدول اهاليهم، هدول شوف المخيم، هدول فلسطينيه. ليكوا شو معشين ساعه مساوي بالفلسطينيه. صرخات من ام مفجوعه قد تكون كافيه لكشف حقيقه المشهد. هي حقيقة ربما لم تصل إلى البعض بعد، لعلها تصل مع هذه الصورة القادمة من مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق. أكثر من 15 شهيدا وعشرات الجرحى من تجمعات المدنيين بالمخيم. أنا كان أخوي عايش في مخيم اليرموك، انقصفت دار راحت، يعني انتقل هزيمة، يعني انهزموا من المخيم. بس أنا باستمرار بحكي مع أخوي، يعني كل ليلة بحكي معه بسأله مثلا شو وضع المخيم، بقول وضع المخيم تعيس جدا، لا أمان لا علاج. ما بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام السوري والفصائل المسلحة، يدخل المخيم دوامة عنيفة شديدة تهدد حياة من بقي من سكان، في ظل تصاعد المناشدات بضرورة تدخل الصليب الأحمر الدولي لتأمين خروج المدنيين. هذا الاعتصام للاحتجاج على الجرائم الوحشية الإرهابية التي ترتكب ضد شعبنا في اليرموك، ولإرسال رسالتين: لن يحمي أحد الشعب الفلسطيني إن لم يحمي نفسه بنفسه، وثانيا لم يكن الإرهابيون ليصلوا إلى هذه الدرجة من استباحة الشعب الفلسطيني لو كان موحدا ولو لم يكن هناك انقسام داخلي فلسطيني. هذا الانقسام غذى الاستباحة الجارية. تحول اليرموك مجددا إلى ساحة معركة بين تنظيمات متشددة، كل منها تحاول القضاء على منافسيها ليبقى وحدها بين أضلال المخيم. والله لن نترك المخيم على أسادنا وعلى أرواحنا. ياسمين أبو عصبة، لقسم الإعلام، مخيم اليرموك.